مع اقتراب الثاني من ديسمبر اليمنيون يتذكرون تسامح الدولة مع المتمردين الحوثيين رغم خروجهم عليها. ميليشيات الحوثي تخرق الهدنة والمقاومة ترد على خروقاتها وتطهر موقعا استراتيجيا داخل مدينة الحديدة. القوات الحكومية في مديرية مران بعد تطهير كامل الملاحيض والميليشيات تعتدي على صحفيين مختطفين في صنعاء. الثالثة والنصف توقيت صنعاء من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. مع قرب حلول الذكرى الأولى لانتفاضة الثاني من ديسمبر المجيدة التي أعلن فيها الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح الانتفاضة بوجه جماعة الكهنوت الحوثية انتصارا للثورة والوحدة ودفاعا عن الحرية والجمهورية وحفاظا على الأمن والاستقرار، مؤكدا أن السلطة ملك الشعب اليمني الصامد والصابر وليست لفئة أو جماعة باغية عاثت في الأرض الفساد، محاولة إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء غير مبالية بدماء اليمنيين التي تريقها خدمة لأجندة خارجية غايتها دمار اليمن وقتل اليمنيين. يا جماهير شعبنا، انتفضوا لثورتكم. انتفضوا لوحدتكم. بعد اليوم لا حوثية، بعد اليوم لا حوثية. منذ إشعال فتيل الفتنة في العام 2004 كانت الدولة تتعامل مع ميليشيات الحوثي بفكر دولة علها تعود إلى حضن الوطن تاركة التعبئة على الجمهورية وحمل الأفكار السلالية. نستعرض في سياق تقريرنا الآتي أبرز مراحل التعامل مع هذه الجماعة المتمردة. الله أكبر، لا راجب رحمة. علاقة مضطربة بدأت منذ أعلن الحوثي انقلابه على الجمهورية اليمنية في العام 2004، واجهها الرئيس الصالح آنذاك بستة حروب كانت تنتهي كل حرب منها بالعفو على هذه الجماعة، بينما كانت الجماعة الحوثية ترى في لين وتسامح الدولة انطلاقة جديدة واستراحة محارب ليس إلا. عفينا عنهم في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة واطلقنا السجناء وقلنا عسى أن يعودوا إلى رشدهم. أهداف واضحة جلية بيتتها هذه الجماعة وأضمرت للشعب اليمني كل الكيد والحقد تمثلت في المؤامرة على الجمهورية اليمنية وثورتها السبتمبرية والانتقام على كل من شارك في بعثها في محاولة بائسة لعودة عجلة التاريخ إلى الوراء. ونحن نتعامل مع هذه الفئة الضالة الخارجة عن النظام والقانون بمسؤولية وطنية وشفقة عالية على الضعفاء والمساكين. اللين والتسامح مع هذه الجماعة كان منهج حياة سياسي للرئيس صالح، نابع من أساس راسخ رسمه اليمنيون عند إعداد الميثاق الوطني في ثمانينيات القرن، ميثاق يجمع ولا يفرق ولا يؤمن بحرب اليمني على اليمن والجار على جاره. لذا كانت السلطة تسعى جاهدة للتوصل إلى حلول ومطالب واضحة لهذه الجماعة. الخارجين عن النظام لا أفهم ولا استلمت لهم طلب على الإطلاق إلا شتائم وكلام ومش عارف إيه وشعار الموت لأمريكا والإسرائيل. الموت لأمريكا والإسرائيل فين؟ في مران والرزامات؟ كلام. انتهت حروب الجمهورية ضد الحوثيين بوأد رأس فتنتها وتخبطت بعدها الجماعة التي لا تحمل أي مشروع لتبعثها القوى الدولية المتآمرة من جديد في العام 2011 فيما تسمى بثورة الشباب. حينها رقص الكثير والكثير مع هذه الجماعة، بل واعتبروا أن حروب الدولة ضد التمرد الحوثي مظلمة من الواجب عدم مسامحة نظام صالح على اقترافها. وفي ذات الوقت سعت جميع القوى لتوحيد جهودها لإسقاط هيبة الجمهورية اليمنية بتفكيك الجيش ونداء القوى الدولية لهيكلته، بل وجعلت هذه المطالب أحد أهم أسباب نجاح ثورتها. خرج صالح من السلطة بعد أن سلمها بانتخابات ومبادرة خليجية مزمنة نصت على تولي الرئيس والحكومة التوافقية
لمدة عامين تحضر خلالها انتخابات نيابية ورئاسية، ويقام خلالها مؤتمر للحوار وإنهاء حالة الانقسام. الحوثي والذي كان رافضا لمغادرة ساحات الاعتصام دخل بقدرة غير قادر مؤتمر الحوار الوطني كقوة سياسية لها كيان، والجميع يعرف من زج به كقوة وطنية يزاحم على مصلحة الوطن ويعتبر 6 حروب ظلما جليا من قبل الدولة على هذه الجماعة الانقلابية. بل وصل الحال لإعلان ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني اعتذارا رسميا على هذه الحروب بدون إنذار مسبق. الحوثي يقيم حروبا على دماج ويتحرك صوب محافظة عمران ويخيم على أبوابها رافعا مطالبات وصفت آنذاك بأنها جمهورية، لتسقط على إثر ذلك التراخي العاصمة اليمنية صنعاء. صالح يتحالف مع الحوثيين، هكذا صور خصوم الرجل، لذا كانت المعالجات مرتكزة على أساس مغلوط وغير مدروس. صالح لم يكن حليفا بالمعنى الذي سوق له البعض، فقد جمعته بهم أحداث العام 2015. أنا لن أكون قد تحالفت مع أنصار الله، ولكن سأعلن اليوم ومن هذا المكان أن الشعب اليمني كله سيتحالف مع كل من يدافع عن مقدرات الوطن. المصير المشترك ومحاولة إعادة القطار إلى السكة وفقا للقانون والدستور، تأسس على إثرها ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى. عل هذه الجماعة تعود إلى رشدها وتنخرط في العملية السياسية بدلا من إدارة الدولة بطريقة ميليشاوية، حيث كان المؤتمر الشعبي العام يرى في هذه الخطوة مقدمة للحل السياسي الذي يفرضه العالم كمخرج للأزمة اليمنية. اتفقنا على اتفاقات مشتركة ووقعت أنا والأخ صالح الصماد على وثيقة تحالف رسمية فيما يتعلق بموضوع الحكومة. اتفقنا على الدستور والقانون هو الحكم وهو الفيصل بيننا في كل صغيرة وكبيرة. اتفقنا على إنهاء دور اللجان الإشرافية والمشرفين، لم تنهى إلى اليوم لا المشرفين ولا اللجان الثورية، لا زالت هي اللي تحكم في الميدان. ويقول لك المؤتمر الشعبي يعرقل، كيف يعرقل وأنت مسيطر على كل صغيرة وكبيرة وصابرين؟ هذا وزير التعليم العالي جنبي، منعوه من وزارته قبل أسبوع، منعوه اللجان الشعبية ده يدخل وزارة، أكثر من هذا الكلام ما فيش. باءت جميع الخطوات الدستورية والقانونية بالفشل، وبدأ المؤتمر الشعبي العام بإعداد كوادره ولقاءاته التنظيمية بعدما استشعر خطورة الموقف ورعونة الحوثيين في التعامل مع مفهوم الدولة واستغلالهم للحرب الدائرة كغطاء لممارسات الهدم. جاء بعد ذلك انتفاضة 2 ديسمبر لتؤكد نهج المؤتمر الشعبي العام ومواقفه الوطنية في وصايا 10 لخصها الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح. دعا فيها عموم أبناء الشعب للانتفاضة في وجه هذه الميليشيات التي قادها تعنتها لخضوع اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام الداخلي. أدعو كل جماهير شعبنا العظيم في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل العزل، في كل الأحياء، في كل مكان، إلى أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف المحلل السياسي الدكتور عبد الملك اليوسفي، ينضم إلينا عبر الرقم الصناعي. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ فارس والمشاهدين الكرام. أحييك. بالعودة إلى بداية تمرد جماعة الحوثي الإرهابية، بذلت الدولة جهود كثيرة للحوار معهم لكن دون جدوى، كيف تقرأ تلك المرحلة تحديدا؟ قبل أن نتحدث عن تلك المرحلة يجب أن نتحدث عن المرحلة التي سبقتها. العصابة الحوثية هي وليدة جماعة تعتمد على التقية منذ عام 1970 بعد مؤتمر المناصفة في السلطة بين الملكية والجمهورية، تغوغلوا في أجهزة الدولة الجمهورية ولبسوا عباءة الجمهورية في الظاهر، وكانوا كما كانوا في الستينات. يعني عندما نتذكر كانوا في الستينات هنالك ظاهرة موجودة عندهم، ملكي جمهوري في الصباح ملكي في الليل. نعم. هذه التقية التي تميزت بها هذه العصابة وجذورها وما يسمى بالهاشمية السياسية، التنظيم السري للهاشمية السياسية، استغلوا تسامح الجمهورية أسوأ استغلال. وكان المسألة أنه الاتفاقية أو المؤتمر الذي عقد في عام 1970 لرعب الصدع في المجتمع اليمني ليتحد اليمنيين،
بدل أن ينخرطوا في المجتمع اليمني ليكونوا عنصر بناء تحولوا إلى عنصر هدم وعنصر حرب على الجمهورية منذ ذلك الحين. واستمرت المؤامرات امتدادا من أيام بالمؤامرات على الإرياني وإضعاف حكمه وصنع مراكز نفوذ تضعف سلطة الرئيس، ثم بعد ذلك التآمر على الشهيد الحمدي، ثم بعد ذلك التآمر على السيد الغسمي. التاريخ مليء بالوثائق التي تدين وتورط السلالة الخبيثة داخل اليمن في صنع اضطرابات سياسية متلاحقة. نعم شهيدة اليمن في الثمانينات وفي التسعينات ومن بداية عصر الحمدي استقرار، وكان هنالك استقرار نسبي معين يعني في الثمانينات ثم في التسعينات. هذا الاستقرار اتخذته العصابة السلالة الخبيثة يعني فرصة لتتقوى لتتعمق في الدولة. نعم. لتنشر فكرها الخبيث في الخباء وفي الباطن. وكان عام 2001 يعني مفرق مهم عندما أعلنوا عن الشباب المؤمن ومن بعدها أنصار الله في بعدها يعني وهم أنصار اللهط، ما همش أنصار الله وهم أنصار الشيطان. لتأتي بعد ذلك استغلال تسامح، يعني تصور التسامح الدولة معهم، فكانت الحرب الأولى والحرب الثانية والثالثة والرابعة، وكانت الدولة تتعاطى معهم كمواطنين. نعم. في محاولة للاحتواء، في محاولة لرأب الصدع الوطني، وهم عندهم مشروع، مرتهنين لمشروع خارجي، هم لا يشتغلون يعني. نعم. أنت تذكر الأستاذ فارس المركز الطبي الإيراني في صنعاء، والذي تم إيقافه في عام 2004 لأنه كان واجهة للاستخبارات الإيرانية التي كانت تشتغل، كان هنالك شغل إيراني استخباراتي محموم. نعم. عبر هذا الذراع الذي كان ينفذ أجندة إقليمية، أجندة إيرانية، هم لا يتحركون بذواتهم، وبالتالي كان تصعيد الحروب ثم ما أن تنتصر الدولة. إلا أني أحب أن أذكر اليمنيين الآن أنه تذكروا بعد الحرب الأولى تدخلت الدبلوماسية القطرية بكل ما أوتيت من قوة. نعم. لانتشال العصابة الحوثية من مأزقها بعد الانتصار القوات المسلحة والدولة ومقتل حسين بدر الدين الحوثي. تذكرون أن قطر وضعت مليار دولار تحت مسمى إعادة إعمار صعدة، ولم يعمر في صعدة بيت واحد، وذهبت إلى الحوثية للجماعة الحوثية المارقة. نعم. لتقويتها، وبالتالي الموضوع كان يتعلق بمشروع إقليمي انتقامي. نعم. ألا تعتقد دكتور أن الدولة أمام ما ذكرت، ألا تعتقد أن الدولة بأجهزتها طوال تلك الفترة كلها لم تؤمن أو تدرك خطر قطر ودعمها غير المسبوق لهذه الميليشيا، وأن ربما هنالك مشروع كان قادم لتدمير الدولة والنظام كما حصل بعد ذلك والتحامهم مع الإخوان المسلمين في 2011؟ أتذكر أنه كان هنالك للتصريحات للشهيد علي عبد الله صالح في عام 2009 و2008 كانت مستفزة لقطر بشكل كبير جدا. نعم. أرجو أنكم في قناة اليمن اليوم ترجعوا للأرشيف وستجدون كان هناك تحذير من خطر قطر مبكر جدا، وستجدونه وسيكون أدرك الرئيس الشهيد الراحل علي عبد الله صالح. ارجعوا في عام 2009 او 2010. نعم. كان هنالك حديث صريح من الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح عن خطر قطر بعد ان ادرك ما الدور القذر الذي تقوم به، وكان موجود، ارجعوا اليه وستجدونه. نعم. القصه وما فيها، الدوله كانت يعني تعرف السلوك السياسي للشهيد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، هو كان يترك الباب موارب مع كل القوى، يعني. نعم. لا 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 يغلق الباب، وكان هذا نوع من الحنكة السياسيه. نعم. انه يترك الباب موارب، لكن في الاخير الشياطين يستغلون التسامح لتحويله إلى إعادة ترتيب أوراقهم. نعم. بل يعني وصل بعض الناس أنه يقول لك كان يتحالف معهم، يعني كلام سفيه، يعني كيف واحد يحارب واحد يقول لك كان يتحالف معه يحاربه ويدعمه بالسلاح. نعم. كلام لا دكتور. نعم. ربما عرف عن المعارضة في كل الأنظمة الجمهورية أنها تكون الوجه الآخر للدولة، يعني أمام تلك الحقبة كيف تقرأ دور المعارضة حينها في مواجهة الدولة خلال الحروب الست مع المتمردين سيما جماعة الإخوان المسلمين وموقف أيضا حزب الإصلاح حينها؟
دعني أكون بموضوعية. كان هنالك الإخوان وغيرهم، حتى كان في من القوى اليسارية للأسف الشديد وجماعات المجتمع المدني الذين هم قد هم متحوثين الآن، الآن قد هم شبكات ناعمة دعم الحوثيين. الاشتراكي الناصري تقصد؟ لا لا لا، ليس الحزب الاشتراكي وليس الحزب الناصري، وإنما قوى يسارية ووجوه حقوقية كانت تتكلم عن صعدة وكأنها مظلمة. نعم. ليس الإخوان لوحدهم، يعني علشان يكون واحد صادق، بل هنالك قطاع من الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح كانوا يعتبروا حرب صعدة حرب مقدسة، حتى نكون صادقين. نعم. يعني في نعم. في في التوثيق هذا تاريخ. وخاض اللواء علي محسن والفرقة. نعم. اللواء علي محسن الفريق علي محسن خاض معركة الشرف بكل رجولة. نعم. واقتدار، وكان حتى هنالك ناس من الإصلاح يعني، وكانت العلاقة طيبة تجمع الرئيس الشهيد عبد الله صالح بقطاع عريض من الإصلاح، يعني لا نريد أن نشيطن الناس كثير، نتحدث. نعم. بالحق. وكان هنالك قطاع من الإصلاحيين، قطاع من الإخوان، قطاع حتى من المجتمع المدني، قطاع من اليساريين، وهذا لا يعبر عن أحزابهم، مرتزقة مرتهنين لمشاريع معينة، قطر بتدفع فلوس من بدري وجالسة تشتري الناس، وفي الأخير ذاكم هم الآن مع قطر، ذاك هذاك بتركيا وهذاك في عواصم العالم جالسين يشتغلوا ويروقوا للحوثيين. نعم. هذه البيضاء وفقشة كما يقولوا بالبلد عندنا. لكن في الأخير الذي نشتي نتكلم عليه إنه تسامح الشهيد الرئيس السابق عبد الله صالح مع الحوثيين، بدل ما يتخذوا هذه العصابة فرصة للاندماج في المجتمع والعودة إلى رشدها، كانت تستخدمها كما تحدث الشهيد، كانت تستخدمها لإعادة ترتيب أوراقها وإعادة ترتيب صفوفها لشن حرب أخرى. وبالتالي الذي نريد أن نخرج به في ذكر هذا التاريخ أنه اليمن لن يهدأ لها بال. نعم. إلا باجتثاث هذه العصابة. نعم. يعني لا تقولوا لناش حوار، لا تقولوا لناش أنصاف. سنتي إلى هذا السؤال. نعم. دكتور، يعني تقريبا المجرب فشل، هذه قاعدة دائما يعني نرددها في طرحنا، رفضت الجماعة الحوثي الدموية كل الدعوات للحوار، وإن اشتركت فيه فلم تلتزم بمخرجاته، ما جدوى محاولة إقامة أي حوار معها في المرحلة الراهنة أو مستقبلا؟ كما قلت أستاذ فارس، التقريب المقرب خطأ، يعني القصة وما فيها. شوف، أعجبني واحد من خطابات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، قال أن الدولة تنشد، الحكومة اليمنية تنشد سلام مستدام. نعم. وهذا هو عز الطلب لكل اليمنيين، نشتي سلام مستدام. إذا بقيت العصابة الحوثية لديها أذرع عسكرية أو لديها أذرع نفوذ مالي، وهي أهم من 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 النفوذ العسكري. نعم. فلن يهدأ لليمن ولا المنطقة، وبالتالي أي أنصاف حلول هي في الأخير ترحل لمشاكل. تعبنا نحن، نشتي أولادنا يرتاحوا، يعني أنا كمواطن يمني مطلبي إنه التعب الذي مربنا لا نرحلوش لأولادنا وأحفادنا، يعني. نعم. خلص قد نحن تحت الميزابي، يلا دهفتين، يلا أشكرك. خلصنا. أشكرك، وصلت رسالة المحلل السياسي. طيب ممكن إضافة أستاذ فارس؟ تفضل. بعد إذنك. تفضل. أرجو إنه الخطاب الذي فيه مرحلة التراحة، يعني الذي فيه في مرحلة يعني البقاء مع الحوثيين في صعدة. نعم. في صنعاء لها تعقيداتها، أرجو أن لا يكون الضخ فيها، لأنه سيرة الشهيد الرئيس السابق علي عبد الله صالح هي أنصع ما يكون في 2 ديسمبر. أرجو أن يتم التركيز على هذه المرحلة التاريخية وترك ما قبلها، لأنها هي 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 المرحلة التي جعلت قلوب اليمنيين جميعا. أنا كنت من المعارضين للشهيد علي عبد الله صالح وتحولت من المحبين له في هذه هي اللحظة التي تحتاج في التغطية أن نركز عليها. سيبكم من تفاصيل صنعاء وأثناء الحرب والكلام. نعم. لأنها تصنع فرقة. نعم. من أشكرك، وصلت الرسالة. نعم. ركزوا على من يوم 2 ديسمبر إلى 4 ديسمبر. أشكرك الدكتور المحلل السياسي عبد الملك الأشفي، كنت معي عبر رقم الصناعية، شكرا جزيلا لك. شهد القطاع النفطي في اليمن في عهد الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح طفرة كبيرة في عمليات الاستكشاف والاستخراج والإنتاج والتصدير للاستفادة من مخزون اليمن الاستراتيجي من النفط والغاز، والذي مثل رافدا كبيرا للاقتصاد الوطني وميزانية الدولة على مدى أكثر من 3 عقود. أولى الرئيس علي عبد الله صالح أهمية كبيرة للاستكشافات النفطية منذ توليه مقاليد السلطة في اليمن في 17 يوليو 1978، والاستفادة المثلى لمردودات القطاع النفطي التي تساهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات. وعلى الرغم من الاكتشافات المبكرة للنفط في اليمن في منتصف 1980s، إلا أن هذا القطاع تطور بشكل متزايد منذ إعلان
الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو عام 1990، حيث زاد مستوى الإنتاج من 69 مليون برميل في هذا العام إلى 160 مليون برميل عام 2001، ويصدر اليمن نحو 259 ألف برميل يوميا. وارتفعت عدد قطاعات الخريطة النفطية من 87 إلى 100 قطاع كنتيجة لتوسيع مناطق الاستكشاف. وزاد عدد الشركات العاملة في قطاع النفط من 20 إلى 26 شركة استكشافية وإنتاجية. وارتفع عدد القطاعات الاستكشافية من 18 إلى 37 قطاعا بين عامي 2005 و2010، بينما ارتفع عدد القطاعات الإنتاجية من 9 إلى 12 قطاعا. كما تم تحقيق العديد من الاستكشافات النفطية والغازية في عدد من القطاعات. وتمتلك اليمن احتياضات كبيرة من الغاز الطبيعي تقارب 17 تريليون قدم مكعب، وتحقق عائدات مالية كبيرة للبلاد، فضلا عن فرص العمل التي توفرها الكوادر اليمنية والأيادي العاملة في هذا القطاع والقطاعات المتشابكة معه. كما يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاب محافظة شبوة على البحر العربي الذي أشرف عليها الزعيم الصالح شخصيا من المشاريع الاستراتيجية والإنمائية والخدمية أكبر مشروع استثماري في اليمن، وتم الانتهاء من تنفيذه وبدء الانتاج منه عام 2009، والذي اشتمل على تشييد وبناء معملين لتسييل الغاز الطبيعي بسعة 6,700,000 طن مترين في السنة مع المرافق التابعة. ويتم تزويد المشروع بالغاز من خلال شركة صافر عبر مد خط أنبوب من منبع الانتاج بقطاع 18 في مارب إلى ميناء بلحاف بطول 320 كيلومتر، وبكلفة إجمالية للمشروع قدرها 4,500,000,000 دولار. هذا المشروع يوفر أكثر من 10,000 يد عاملة، 10,000 يد عاملة، والذي عملت في هذا المشروع في منذ بدايته 11,000 يد عاملة من كل أبناء الوطن. تكلفة هذا المشروع 5 مليار دولار في منطقة بلحاف، والذي لا يعرف كيف كانت منطقة بلحاف وكيف هي اليوم، كانت قرية صغيرة للصياطين، والآن تزهو بهذا المشروع الاستراتيجي العملاق مدينة من أكبر المدن، وربما أنه ثاني مشروع في الوطن العربي. وتم تصدير أول شحنة من صادرات الغاز الطبيعي المسال في 7 نوفمبر 2009، وساعد المشروع على خلق فرص عمل لليمنيين مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الإنشائية، حيث تم توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل لإنشاء المشروع، ويتم توظيف حوالي 800 شخص من المناطق المجاورة في محطة بلحاف. ووفقا لمؤشرات اقتصادية، فإن من المتوقع أن تصل إيرادات المشروع الإجمالية بالنسبة لليمن إلى 60 مليار دولار خلال فترة 20 سنة المقبلة. وبهذا الصدد تم إنشاء الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يمن لينج في العام 1995 بعد الإعلان عن مناقصة دولية في اليمن بهدف الاستفادة من مخزون احتياطي الغاز في القضاء رقم 18 بمحافظة مأرب، حيث لعبت الشركة دورا أساسيا لتصبح اليمن من خلاله مزودا أساسيا للطاقة في أسواق الغاز العالمية. وتأكيدا على الدور الكبير الذي تقوم به المقاومة اليمنية والقوات الحكومية في إعادة الأمن والاستقرار لليمنيين كافة، وتأكيدا على أن الشعب هو صاحب السلطة ومالكها، ومع اقتراب الذكرى الأولى لانتفاضة 2 ديسمبر، يصر الأبطال في مختلف الجبهات على تخليص اليمنيين من جماعة الكهنوت الحوثية التي تسعى لجر اليمنيين لحربها العبثية غير ملتزمة بهدنة أو تهدئة إنسانية، مستخدمة اليمدانيين دروعا بشرية والمنشآت العامة والخاصة أهدافا لمشروعها التدميري لتثبت مدى بشاعتها وحقدها على اليمنيين. تواصل الميليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الإنسانية بمحاولات تسلل وقصف متواصل على الأحياء السكنية والمنشآت المحررة داخل مدينة الحديدة، في مخالفة صريحة لكافة الجهود الإنسانية الرامية لتحييد الأحياء السكنية والمدنيين عن مرمى النيران. هكذا يبدو الليل في مدينة الحديدة،
فوحشا ووقتا مناسبا للقتال لدى الميليشيات التي ترى في الظلام موعدا مناسبا لمحاولة التقدم سوى ما حرره أبطال قوات المقاومة اليمنية الذين لا يملكون بدا من الرد على مصادر النيران. وفي هذه المشاهد توثيق حي لخروقات الحوثي الذي يحاول رفع الفاتورة الإنسانية ألا تكون منقذا له. هنا تظهر الصور خنادق عدلها الحوثي منذ شهور، وهنا أيضا متارس كانت تراها الميليشيات حامية لعناصرها، بينما واقع الحدث يقول أن رجال المقاومة تجاوزوا كل هذه العقبات. هذا هو صاروخ بدر 3 تمترس به الحوثي بين أحياء المدينة السكنية، صاروخ يملك من الدمار ما هو كافيا بتدمير رقعة واسعة تخبئه الميليشيات بين أظهر المواطنين دون ما التفات لشرف القتال. هذا صاروخ بدر 3 وكانت تستعمله الميليشيات الانقلابية في هذا المكان، وفضل الله عند استولاء الموقع والمقاومة الوطنية، والآن الحمد لله بفضل الرجال وقوتهم وعزيمتهم إن شاء الله. تواصل الميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الإنسانية بمحاولات تسلل وقصف متواصل على الأحياء السكنية والمنشآت المحررة داخل مدينة الحديدة في ظل ضبابية المواقف الدولية وربطها كلها بمسألة حضور مشاورة سويسرا. وللوقوف حول مستجدات هذا الموضوع انضموا إلينا عبر الهاتف رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية الأستاذ محمد أنعم. مرحبا بك أستاذ محمد. حياكم الله. أخي العزيز، تواصل الميليشيات الحوثية الإرهابية خروقاتها في مدينة الحديدة رغم المحاولات الدولية لإحلال السلام، كيف تقرأ ذلك؟ أولا أحب أن أقول لكم طابة مطيل الجميع وأؤكد هنا نعم أشبه بمدينة المحررة، لم يعد هناك إلا جيوب عصابة الحوثي وهي جيوب منهزمة منكسرة تعاني من انهيار شامل. و لكننا نعرف في الوقت ذاته أن عصابة الحوثي تمارس الخدع والمكر والخيانة وتحاول أن تضلل الناس، لكن لقد أخذنا دروس كثيرة. نعم. ولا يمكن في وقت من الأوقات أن نقبل بها أن تخدعنا أو تمارس تضليلها علينا. نعم. حراس الجمهورية، المقاومة اليمنية بشكل عام، الحمالقة، المقاومة التهامية، كلهم يقظين ومستعدين لسرد أي تسللات. ليس هذا فحسب، بل نحن الآن المقاومة اليمنية تعد لمعركة ما بعد تحرير الحديدة. نعم. معركة تحرير الحديدة نعتقد أنها أصبحت شبه محسومة، ولولا التدخل الخارجي والجهاد الأوضاع الإنسانية لكانت حسمت قبل أيام، ولكننا نحرص من منطلق الإنساني وحرصا على شعبنا وجماهيرنا. نعم. وأبناء الحديدة، أهلنا من أبناء الحديدة تحديدا، على عدم إراقة الدماء وتخريب المدينة. وفي ذات الوقت إذا خرجوا بسلام فهذا يسعدنا كثيرا، لكن إذا أسلموا في مسألة التسللات والخروقات للهدنة فلدينا قوات قادرة أن تقتلعهم في لحظات. نعم. وهم يدركون ذلك، لم تنفع الحوثي الخنادق ولا الألغام، ولم تنفعهم كل أسلحتهم ولا إرهابهم ولا تنفسهم داخل المنازل، كلهم ذهبوا هباء وفروا، والآن أصبحوا يتمركزون في مناطق محددة ونطوقهم من كل الاتجاهات. نعم. ليس معهم منفذ للهروب إلا المنطقة الشمالية. ولهذا أقول اطمئنوا، الناس عليهم أن يرفعوا رؤوسهم، لأن لدينا مقاومة أشداء من أبناء هذا الشعب الذين عانوا القهر والضيم والاستبداد، وهم قادمون لتحرير كل اليمن وليس مدينة الحديدة فقط. أستاذ محمد، هل أعطيت لهذه الميليشيا فترة مزمنة لمغادرة الحديدة بسلام؟ أم أنها حتى الآن الفترة يعني ربما مفتوحة وبالتالي تستعيد هي أنفاسها وتموضعها من جديد لتعيد الكرة مرة أخرى وتزيق بآلاف الشباب المغرر بهم إلى هذه المعركة الخاسرة؟ أحب أن أقول لكم أن معظم الطرق التي كانت وأصبحت هي محاصرة الآن داخل المدينة. نعم. ومن يحاول أن أن يدفعوا بأولادهم إلى هذه المحرقة فإنهم لم يجدوا لهم أولاد في داخل مدينة الحديدة. الحديدة الآن أصبحت محرقة إلا
طريقا واحدا. الشيء الاخر انه الهدنه هذه هي مؤقته، اذا استمر الحوثي في الانتهاكات فسيكون الرد من المقاومه اليمنيه ردا قاسيا وقويا. نعم. ولن يستطيع يسوده، ليس امامهم الان يتمركزون الا في الحي سبق تساوم و المشروع الصالح وغيرها محاصرة. نعم. حتى الأكل يمدوا أنفسهم لبعضهم الأضعف بالأكل خلسة في الظلام في الليل أو من تحت الأنفاق. نعم. كل أنفاق انهارت، وهذا يجب تتخيل هذه التخسيرات الكبيرة والطبيعة والخنادق التي عملوها مثلنا أن حزب الله في جنوب لبنان. أشكرك أستاذ محمد. وصلت الرسالة، رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية محمد نعم كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تواصل القوات الحكومية تقدمها بمختلف جبهات محور صعدة، وتظهر الصور الأولية مقدار التقدم الذي أحرزه الأبطال بعد تطهيرهم مديرية الملاحيض بالكامل، متجهين صوب مران معقل جماعة الموت الحوثية. هذا مثلث مران. هذا العقبة مران. هذا مران. عقبة مران من هنا. أيوه. هذا مران هنا بس هذا. مران. مران علوه بعلو السحاب، ولكن لن يصعب مناله على أبناء الجيش الوطني بإذن الله تعالى. قريبا التحرير قادم وآتي. فوق هاي جبل مران. حرام عليكم لو طلعتوا بالسماء. هنا عقبة تراني، عقبة تراني مؤمنة تأمين كامل. هذا هو سوق الملاحيض ومثلث مران مرينا منه. مصنع هذا المجمع الحكومي التابع لمديرية الظاهر سوق الملاحيض أو مدينة الملاحيض، تم دحر الميليشيات الإنقلابية منه بعون الله، ثم بشدة الرجال الأبطال منتسبي الجيش الوطني أبطال اللواء الثالث عروبة. إدارة الأمن، إدارة أمن بمدينة الملاحيض. هذا وهذا فندق الشرق. فندق الشرق. تم بعون الله سبحانه وتعالى تطهير هذه المناطق بما فيها عقبة مروان، منطقة الكسارة، الجمرك سابقا، تبت القيادة، هذه تبت القيادة، سوق الملاحيض، الحط هذا من أسفل مثلث مروان الذي يؤدي إلى العقبة، هذه عقبة تراني، من هنا يؤدي إلى السوق وإلى المروي وإلى مدينة شدا. هذا الاتجاه، هذا الطريق، هذا الأسفل، وهذه سلسلة جبال شدا، وهذه قرى الظاهر خلفنا، قرى مران أمامنا، وهذه أولى قرى مران ولله الحمد. هذه تبة الغصابي ومنزل الغصابي المشهور معروف. ينضم إلينا عبر الهاتف ركن التوجيه بمحور صعد العقيد أحمد المصعبي، مرحبا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أخواني. نهنيكم وكل أبناء الشعب اليمني على الانتصارات الأخيرة، ونود أن تسمعنا والمشاهد الكريم آخر المستجدات لديكم. نحمد الله ونشكره كما سمعتم في التقرير الواضح
والكامل بهذه الانتصارات التي حققتها العلوية المتواجدة هنا صراحة، العروبة والقوات الخاصة وكذلك الدعم الموجود من التحالف من جميع الجهات. نعم. طبعا هذا النصر لم يأتي إلا بعد تضحيات كبيرة قدمها الأبطال في هذه المنطقة، وقدموا كوكبة من أعسر وأكبر رجالهم، نسأل الله تعالى تقبلهم شهداء، ولكن نحن ماضون في قطع رأس الأفعال بإذن الله تعالى. نعم. منطقة الظاهر هذه هي معروفة أنها تتكون من عدة مديريات التي هي المنزالة، وكذلك منطقة حيدان التي بإذن الله واصلين إليها، والملاحيض وشذا، ونحن تم تصفية وتحرير شذا والحصامة والملاحيض والمنزالة فقط، ماضون إلى عقبة مران التي هي منبع وعقر دار الفاسد عبد الملك، وهي كذلك منطقة حيدان. نعم. ماذا عن بقية الجبهات أخرى أيضا في صعدة؟ بدون شك وبدون أي كل جميع الجبهات لا يمكن أو أن يتم فيها أي تراجع. نعم. كل الجبهات في تقدم، وهناك فقط بعض التأخرات بسبب كما ذكرنا لكم من قبل السلاح الغادر الذي لا يستخدمه للجبان، الذي هو الألغام هذا بشكل غير عادي يستخدمها. نعم. هذول الفئة الضالة، الفئة الباغية التي تريد تدمير الشعب على مدى السنين حتى القادمة. نعم. يعني الألغام يزرعونها في بيوت مواطنين، في مزارع مواطنين، في كل مكان، فئة باغية ولكنها بإذن الله منتهية، والشعب كله واقف يدا واحدة، وإن شاء الله هي عن قريب بإذن الله يتم قطع رأسهم. في تقدمات في كبيرة في باقم. نعم. جميع الألوية هناك تؤكد انتصارات وتقييرات كاملة في المناطق التي هناك، وكذلك في كتاف، وإن شاء الله سوف نوافيكم بتقرير أفضل. أشكرك. وأكبر في الأيام الجاية. أشكرك ركن التوجيه بمحور السعادة العقيد أحمد المصعبي، شكرا جزيلا لك. دانت رابطة أمهات المختطفين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بضرب الصحفيين المعتقلين حتى الإغماء داخل سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء. وجاء في بيان صحفي صادر عن رابطة أمهات المختطفين أنها تلقت بلاغا من أهالي الصحفيين المختطفين صلاح القاعدي وأكرم الوليدي وحارث حميد وعصام بلغيث، يفيد بأنهم تعرضوا للضرب المبرح ليلة الأحد بعد نزع ملابسهم. واعتبرت استمرار ميليشيات الحوثي في اختطاف الصحفيين لما يقارب الأربعة أعوام والاعتداء عليهم بشكل مستمر وانتهاك إنسانيتهم دون رادع قانوني أو إنساني يستدعي العمل العاجل مع كل المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين لإنقاذهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة المخفيين قسرا. ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومبعوثها ومنظماتها إلى تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ الصحفيين المختطفين، محملة الميليشيات الحوثية المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم وجميع المخفيين قسرا داخل سجونها. ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. أحييك مجددا. يتعرض الصحفيون والمختطفون لدى جماعة الحوثي للكثير من الانتهاكات والتعذيب، ما دوركم في حماية الصحفيين؟ للأسف الشديد أصبحت دور أي نقابات أو أي جهات حقوقية أو إنسانية في هذه الحالة من حالة التوحش لدى الميليشيات أصبح أمرا صعبا جدا. هؤلاء الصحفيين الذين يتعرضون للتعذيب الدائم منذ أربعة أعوام، اعتقال، إخفاء، قسري، عرضهم على الكلاب البوليسية، إصابتهم بإصابات كثيرة في العمود الفقري وفي السمع، وأيضا اعتقالهم في أماكن غير صالحة حتى السجون الآدمية. نعم. لكن تظل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقا القانون الإنساني والدولي، مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أبدا. المنظمات الدولية بما فيها نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات العالمية للحريات الصحفية
قدمت مشروعا معاهدة جديدة للأمم المتحدة. نتمنى أن تحظى بالموافقة. وهذه المعاهدة هي تهدف إلى عدم الإفلات من العقاب. كل القوانين الدولية التي صدرت تدين الانتهاك ضد الصحافة والصحفيين بما فيها هل يتم للأسف الشديد لا يوجد قانون يعاقب من يقوم بالانتهاكات ويسلمهم للعدالة. 90% من جرائم القتل والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في كل أنحاء العالم لم يقدم مرتكبوها للمحاكمة. نعم، هل تقوم المنظمة أو خصوصا نقابة الصحفيين بتدوين وتوثيق كل هذه الجرائم بحق الصحفيين؟ وهل لديكم رقم أو معلومة محددة لمن ما زالوا تحت سجون الميليشيا أو في سجون الميليشيا؟ بالفعل يعني نقابة الصحفيين في هذه المرحلة هي مرحلة التوثيق والرصد وتقديم المعلومات للمنظمات الدولية والإنسانية المختلفة والأمم المتحدة للمبعوث الدولي لفريق الخبراء. كل هذا ملقي على عاتق نقابة الصحفيين من أجل إيصال صوت الصحفيين للخارج. الأمر الآخر، نحن الآن في ظرف 4 سنوات قتل لدينا 30 صحفيا تعرضوا للقتل المباشر إما بقصف طيران أو بأي رصاص المباشر من قبل ميليشيات الحوثي. إضافة إلى أن ميليشيات الحوثية اعتقلت إلى الآن أكثر من 160 صحفيا خلال 4 سنوات لفترات مختلفة، بينهم 40 صحفيا تم اختطافهم وموظفا تم اختطافهم لمدة شهر من قناة اليمن اليوم دفعة واحدة. اضف الى ذلك ان الان العدد المتبقي لدى الميليشيات هم اكثر من 18 صحفيا معتقلا حتى الان، وصحفي مخفي قسرا لدى الميليشيات الحوثية اسمه وحيد الصوفي منذ 4 اعوام، و الجميع يتحدث عن أن ربما كان مصيره ليس جيدا. الإضافة إلى معتقل أو مختطف مخفي خسرا لدى تنظيم القاعدة المسلحة الجميل محمد المقري مراسل اليمن اليوم هناك. هل وجدتم أي تجاوب من المنظمات الدولية والحقوقية التي أزكمت العالم وأزكمت الأنوف بدعوتها لحقوق الإنسان وحماية رجال الصحافة والإعلام وصناع الرأي؟ للأسف الشديد المنظمات الدولية العاملة في مجال الحقوق والحرية الإنسانية قبل أن تكون الحرية الصحفية أيضا ربما تكون هي جزء لا يتجزأ من المعترك السياسي العالمي الذي تخوضه الدول ضد بعضها. يعني ربما مجال حقوق الإنسان أصبح صوتا لدى بعض الدول من أجل ابتزاز بعض الدول، وكما نرى في كثير من الأحداث للأسف الشديد اليمن كانوا صحفيين أو كانوا مدنيين أو كانوا ضحايا هذه الحرب. للأسف نحن فقدان دولي مخيف من المنظمات الإنسانية والدولية. صحيح أن هناك رصدا للكثير من الانتهاكات وأن مرحلة المحاسبة والعقاب دائما ما تأتي حينما يحل السلام وتبدأ المحاكمة. أنا واثق أن المحاكمات الدولية لن تنسى هذه الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في اليمن. أشكرك. صحيح أن الجميع يعتقد أن هناك تسوية سياسية من أجل نقول إخفاء حق الضحايا، لكن ذلك لن يكون أبدا. نعم، أشكرك نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين وكنت معي عبر الهاتف. سجلت مديرية تبن بمحافظة لحج أول حالة وفاة بسبب مرض الدفتيريا الذي بات يهدد سكان الكثير من مناطق المديرية، وتعتبر حالة ستسجلها المحافظة بهذه الوباء أو تعتبر أول حالة ستسجلها المحافظة بهذا الوباء القاتل منذ ظهوره في البلاد. وأوضحت المصادر أن الطفلة سوريا الخضر الصالح التي تبلغ من العمر 7 سنوات نقلت إلى مستشفى صداقة بمدينة عدن عقب تدهور حالتها الصحية، وقام الأطباء في المستشفى بمحاولة تقديم العلاج اللازم لها إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بهذا المرض. وأكد فريق الاستجابة في تقريره أن أغلب حالات الوفيات بين الأطفال سببها عدم التطعيم الوقائي المبكر، مرجعا السبب أيضا إلى قلة الوعي الصحي في تلك المنطقة التي تخلو من مركز صحي. تقدر الإشارة إلى أنه توفي حتى الآن أكثر من 100 طفل بمرض الدفتيريا، وبلغت حالة الإصابة بالمرض أكثر من 500 طفل. ختام النشرة تذكيرهم بعناوينها. مع اقتراب الثاني من ديسمبر اليمنيون يتذكرون تسامح الدولة مع المتمردين الحوثيين رغم خروجها عليها.
ميليشيات الحوثية تخرق الهدنة والمقاومة ترد على خروقاتها وتطهر موقعا استراتيجيا داخل الحديدة. القوات الحكومية في مديرية مران بعد تطهير كامل الملاحيض، والميليشيات تعتدي على صحفيين مختطفين في صنعاء. انتهت النشرة، إلى اللقاء.